القائد القمعي القاسي الذي كرهه العالم العربي الكامل عامة والشعب الليبي خاصة، القائد الذي كانت له يد أساسية في السيطرة الإيطالية على ليبيا، المارشال الإيطالي الوحيد الذي ظل مواليا لموسوليني وعين وزيرا للدفاع في الجمهورية الاجتماعية الإيطالية وقاد جيشها وعاد إلى الخدمة الفعلية ضد الحلفاء لبقية الحرب، رودولفو غراتسياني المكروه من العرب. ما قصته مع عمر المختار؟ رودولفو غراتسياني مجرم روما، ماذا فعل بالشعب الليبي؟ هو ماركيز نيجيلي ونائب الملك الإيطالي في إثيوبيا ومارشال إيطالي عام، يعتبر شخصية سياسية إيطالية، حيث أنه كان المسؤول العسكري الإيطالي الذي قاد القوات الإيطالية في إفريقيا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، وأحد مجرمي الحرب المسؤولين عن مصرع آلاف من الإثيوبيين والليبيين المدنيين. من مواليد 11 من آب عام 1882 بمدينة فيلتينيو بوسط إيطاليا، وهو ابن عائلة إيطالية ليس لها أي تقاليد حربية، وجه من قبل والده لدراسة العلوم الدينية في معهد ديني بمدينة سوبياكو بإقليم لاتسيو، لكنه لم يستمر مفضلا للانخراط في الخدمة العسكرية. في عام 1903 انضم إلى الجيش الملكي الإيطالي كضابط احتياط أثناء دراسته في الجامعة، وفي عام 1906 اجتاز امتحانا تنافسيا لضباط الاحتياط ليكونوا منتظمين، وأصبح ملازما ثانيا متمركزا في فوج غرينادير الأول في روما. وفي عام 1908 أرسل إلى إريتريا حيث تعلم اللغتين التغرينية والعربية، ولكن في عام 1911 وأثناء وجوده في الريف الإريتري عضته أفعى مما أدى إلى دخوله المستشفى، وبسبب هذا لم يخدم قط في الحرب الإيطالية التركية. حياته في إثيوبيا. خلال الحرب الإيطالية الحبشية الثانية في عام 1935 كان غراتسياني قائد الجبهة الجنوبية، حيث غزا جيشه إثيوبيا وقاد القوات الإيطالية في معارك دوريا وأوغادين. في 9 من أيار عام 1936 تمت مكافأة غراتسياني على دوره كقائد للجبهة الجنوبية بترقيته إلى رتبة مشير إيطاليا. أما بعد الحرب فقد أصبح غراتسياني نائبا للملك في شرق إفريقيا الإيطالية والحاكم العام لشاوة أديس أبابا بعد محاولة فاشلة كان قد قام بها إريترياني لقتله في 19 من شباط عام 1937، ونتيجة لذلك أمر غراتسياني بانتقام دموي وعشوائي على الدولة المحتلة، وبذلك قتل ما يصل إلى 30,000 من المدنيين في أديس أبابا دون تمييز، وتم إعدام 1469 آخرين بإجراءات موجزة بحلول نهاية الشهر التالي، بالإضافة إلى سجن أكثر من 1,000 من الوجهاء الإثيوبيين ثم نفيوا من إثيوبيا، وبذلك أصبح معروفا باسم جزار إثيوبيا. قبل الحرب العالمية الثانية لم تحاكم عصبة الأمم غراتسياني والسلطات الإيطالية على جرائم الحرب في إثيوبيا، وكان غراتسياني قد أمر قواته باستخدام الأسلحة الكيميائية على الرغم من أن الوزير الإثيوبي للشؤون الخارجية أعطى عصبة الأمم أدلة واضحة ودقيقة على ما فعل الجيش الإيطالي في غضون ساعة قليلة من غزوه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء رغم أن الحوادث كانت قد شملت استخدام الغازات السامة وقصف مستشفيات وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر. في الحرب العالمية الثانية. في بداية الحرب العالمية الثانية كان غراتسياني لا يزال قائدا أعلى لهيئة الأركان العامة في ريجيو إسيرسيتو، حيث أنه بعد وفاة المارشال إيتالو بالبو في نيران صديقة في 28 من حزيران عام 1940 تولى غراتسياني مكانه كقائد أعلى للقوات المسلحة الإيطالية
شمال إفريقيا وكذلك الحاكم العام في ليبيا. وكان الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني قد أعطى غراتسياني مهلة للبدء في غزو مصر، إلا أن غراتسياني أعرب عن شكوكه في قدرة قوته غير الآلية إلى حد كبير على هزيمة البريطانيين وتأجيل الغزو لأطول فترة ممكنة. ومع ذلك في مواجهة خفض الرتبة اتبع غراتسياني في النهاية أوامر موسوليني وغزت عناصر الجيش العاشر مصر في 9 من أيلول عام 1940، ولكن لم يحقق الإيطاليون سوى مكاسب متواضعة في مصر، ثم أعدوا سلسلة من المعسكرات المحصنة للدفاع عن مواقعهم حتى تشرين الثاني، عندما شن البريطانيون هجوما مضادا وهزموا الجيش العاشر تماما خلال عملية البوصلة. وبعد ذلك استقال غراتسياني من مهمته. وكان غراتسياني المشير الإيطالي الذي كان مواليا لموسوليني، ولأجل ذلك عينه موسوليني كوزير للدفاع في الجمهورية الاجتماعية الإيطالية. عندما هرب موسوليني شمالا في 25 من نيسان عام 1945، ترك غراتسياني كزعيم بحكم الأمر الواقع، ولكن تم القبض على موسوليني واغتياله بعد 3 أيام فقط، ولم يتمكن غراتسياني من الصمود إلا لمدة 4 أيام أخرى قبل أن يستسلم في 1 يناير. السفاح الإيطالي في ليبيا. كانت مذابح غراتسياني اللامعدودة سبباً في اكتسابه لقب سفاح ليبيا، وذلك أتى بعد أن قتل الكثير من الرموز الليبيين الذين قاتلوا حتى رمقهم الأخير، وعلى رأسهم أسد الصحراء عمر المختار، حيث قاد غراتسياني عملية الهجوم على مدينة الكفرة مشرفاً على الفظائع التي ارتكبت فيها من قبل جنود الطليان ضد الليبيين المسالمين. وكان غراتسياني يأمر طياريه بإلقاء قنابل الغازات السامة مثل غاز الفسجين الذي هو مركب من الكربون والكلور، وهو من أشد الغازات فتكاً لأنه أثقل من الهواء 3.5 مرات، وبالتالي يبقى في شكله سحابة غاز ملامسة للأرض، كما أنه يوصف بأنه قاتل للإنسان. وصل غراتسياني إلى بنغازي يوم 14 من أيلول عام 1931، وأعلن عن انعقاد المحكمة الخاصة لشيخ الشهداء عمر المختار في اليوم التالي. وفي صبيحة ذلك اليوم وقبل المحاكمة رغب غراتسياني في الحديث مع المختار، ويذكر غراتسياني في مذكراته: وعندما حضر أمام مكتبي تهيأ لي أنني أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية، يداه مكبلتان بالسلاسل رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة، وكان وجهه مضغوطا لأنه كان مغطيا رأسه بالجرد ويجر نفسه بصعوبة نظرا لتعبه أثناء السفر بالبحر. وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال، له منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر. ها هو واقف أمام مكتبي نسأله ويجيب بصوت هادئ وواضح. وفي الساعة 5 مساء ذلك اليوم صدر الحكم عليه بالإعدام شنقا، وفي صباح اليوم التالي للمحاكمة تم إعدام المختار شنقا عن عمر يناهز 73 عاما، حيث أحضر 20,000 من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين خصيصا من أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم. وأحضر الشيخ عمر المختار مكبل الأيدي وعلى وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء والقدر، وبدأت الطائرة تحلق في الفضاء فوق المعتقلين بأزيز مجلجل حتى لا يتمكن عمر المختار من مخاطبتهم. وفي تمام الساعة 9 صباحا سلم الشيخ إلى الجلاد، وكان وجهه يتهلل استبشارا بالشهادة وكله ثبات وهدوء، فوضع حبل المشنقة في عنقه، وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة النقية. أما في نهاية الحرب العالمية الثانية أمضى غراتسياني 4 أيام في سجن سان فيتوري في ميلانو قبل نقله إلى سيطرة الحلفاء
وأعيد إلى إفريقيا في الحجز الإنجلو أمريكي، وظل هناك حتى شباط عام 1946. في عام 1948 حكمت محكمة عسكرية إيطالية على غراتسياني بالسجن 19 عاماً لتعاونه مع النازيين، لكنه أطلق سراحه بعد أن أمضى 4 أشهر فقط، لأن محاميه أظهروا أن أفعاله لم تكن إلا بعد تلقي أوامر، وبعد ذلك عاش حياة رتيبة وتوفي بشكل طبيعي في روما عن عمر يناهز 72 عاماً.